لطفي بن ساسي. لطفي بن ساسي. يا ابو لطف، نهار 10 ديسمبر باش احتفلنا اليوم العالمي لحقوق الانسان. انا احتفلت باليوم العالمي لواجبات الانسان، قلت فما برشا لهين بحقوق الانسان، خلينا نتلهاو شويه بواجبات الانسان. وانا نشط راه في جبهه، جبهه هذه اسمها جبهه مواطنون ضد الانفلات. وقال مواطنون وانا مشيت لغادي. هاي باه اش فيها الجبهه هذه؟ فيها الرابطه التونسيه للدفاع عن واجبات الانسان، وفيها حركه الشعب فد من اللعب، وفيها ائتلاف الصرامه، وحزب افاق. مش فاهم، سامحوني، حزب افاق التونسي او لم يفق. المشاركين في المسيره باهي الحق مش مليونيه، عشوريه، خاطر تبدا 10 من الناس نقولوا عشوريه، مش برشا الحق. المشاركين في المسيره رفعوا شعارات معبره ضد الانفلات، نذكر منها: اخدم يا تاعس على هيك الرقد الناعس، ويوفى مال جدين وتقع صنعة لدين. وبالتوازي جماعة الاخرين عملوا ثورة مضادة كجماعة حقوق الانسان. ايش عايتوا؟ التكركير استحقاق يا عصابة الحذاق، والشعب فد فد من الخدمة صباحا مساء ويوم الاحد. وشوكوتوم ودرواد لوم، نموتوا نموتوا ويحيى البشكوتو. مساك انك جماعة ضد الانفلات هما هكا قاعدين يتظاهروا، وتدخل عليهم البريغاد انتي سيريو، فرقة مقاومة الجدية، هكا لابسين ماسكويت بتاع كلون، وانا معاهم الحق. ضربونا بالقنابل المسيلة للضحك بالدموع، هربنا وانا هربت معاهم. نلقى بلاص تحشيت تخبيت فيه، دنيا ظلام، واليد اللي ترميت على كتفي تفجعت، هزيت راسي. نلقاها مرتي قالت لي هيا قوم، قالت لي يزي من النوم. قلت لها اليوم العالمي لواجبات الانسان، جبهه مقاومه الانفلات. قالت لي تحلم انت. كبيت قهوه وخرجت نكركر في شلاكتي وانا ندعي يا ربي نوب عليا بلقمه بارده، ونعم عليا برزق اللي ماتت امي.